عندنا مرة من البطولات صارت في تايلاند بصراحة، بطولة العالم للشباب حسب ما أذكر 2019 2018 قبل جائحة كورونا. نعم. بعدنا لاعب اسمه اياد عبد الهادي من محافظة البصرة، منتخب القرعة. احنا يصير عملية الوزن للاعبين وبعدها تجري القرعة، كل لاعب راح يطلع بالضبط. نعم. يعني كل لاعب ببزنة مثلا 20 لاعب من كل لاعب من دولة معينة. اول مباراة راح يكون ويا هاي الدولة، ثاني مباراة راح لعبتنا التساقط فردي، اللي يخسر مباراة يطلع من المنافسة، لكن اللي يفوز راح يصعد مع مستوى اعلى، ممن يحصل على يصير على المربع الذهبي يحصل ميدالية ذهبية او فضية او برونزية. نعم. فعندنا اللاعب اياد عبد الهادي اول مباراة كان مع اللاعب التايلندي. بصراحة تايلاند هي ام اللعبه يعني بالموي تاي، وكنا نتمنى انه يكون هذه المباراه على الشبه نهائي او مو بالتصفيات، لان باعتبار انه بالتصفيات اللاعب اذا خسر ما له فرصه يحقق ميداليه. فتوقعنا انه المباراه راح تكون صعبه، وايضا وضعنا ببالنا انه ما نحصل ميداليه بهذا الوزن. فمن حكينا ويا اللاعب كان بصراحة لاعب شجاع، لاعب بطل، عنده إمكانية وأيضا عنده غيرة، قال لا تهتمون وإن كان لاعب تايلندي إن شاء الله راح أتغلب عليه. فانصدمنا إحنا حقيقة، كان غير ما توقعنا إنه أبدع وقدم مباراة. نعم. جدا شرسة وقوية مع اللاعب التايلندي. يعني تايلندي شلون البرازيل كرة القدم؟ بالضبط نفس تايلندي. فتغلب علي بثلاث جولات كانت النتيجة 3-0 لصالح العراق ما شاء الله. المباراة الثانية كانت مع اللاعب البلجيكي وأيضا قدر يتغلب علي. مباراة الأخرى كان لاعب مع جنوب أفريقيا وتغلب علي. طبعا هاي يومية مباراة وإحنا لعبتنا قتالية، يبذل جهد كبير، ممكن يتعرض الى اصابه وتمنع من المباراه القادمه، لكن هذا اللاعب قلت لك صدمنا. المباراه الرابعه اتذكر انه مع اللاعب الاوزبكي، يعني هم قوي اوزبكستان، وقدر ياخذ الميداليه الذهبيه في وسط تايلاند وسط بانكوك، وانعزف له السلام الجمهوري. نعم.